السلام عليكم من مركز جراحات الشخير وفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ وردي عادل. كم سنه؟ 41 سنه. شخير وخنق. كم سنه شخير وخنق؟ يعني ممكن 5 سنين 6 سنين. وقبل كده كان في شخير بس ما كانش في الخنق. ايوه بس اتطورت مع الوقت. يعني الجمله اللي قالها الاستاذ وردي ده مهمه جدا. ليه؟ لان الشخير بعد فتره بيتطور. زي ما بيقول دايما ان الشخير والخنقه موضوع دايناميك متحرك. الاول العيان يبقى بيشخر وبعد فتره يبتدي يتخنق وبعد كده يخش على مشاكل قلبه وتتطور معاه. تتطور معاه طبعا. فانت ما جيتش وانت بتشخر، انت جيت وانت بتتخنق. لما بدات احس بالخنقه. كم سنه بتتخنق؟ 5 سنين يعني؟ ممكن 5 سنين يعني. طبعا عذاب الصبح، صداع، نمت ساعات كتير قليل، نمت 20 ساعة تصحى زي مدغدغ تعبان، تبقى في الشغل عايز تنام، رجلي ناشف، ريحة البق طبعا. زاد كمان الصداع مستمر. يعني ممكن شوية عصبية، تقلل المزاج. انا في شغل مثلا بعتمد على حاجات كتير فيها حساب بتاع، احيان كتير بغلط، نسيان كتير كمان. يعني انا ممكن اعمل حاجه في اول يوم انساها بسرعه. يعني الحاجات الكلام اللي بيقوله الاستاذ ورد ده تيبيكال عيان او مشاكل الشخير. طبعا احنا مش هنسيبه هو، احنا عاملين له عمليه بقى 10 ايام حاجز الانفي طبعا ومنطقه اللوز وسقف الحلق واللهاه والعضلات وكل الكلام ده اتعمل. لكن انا يهمني الحقيقه مراته. قولي لي انت مهمه جدا عندي، لان انت اللي شايفاه وهو نايم، شايفاه قبل العمليه وشايفاه ال 10 ايام اللي هما بعد العمليه. قولي لي بقى قبل العمليه بالنسبه لك انت كان شكله عامل ازاي؟ لا كان صعب جدا. ازاي؟ كان صوته عالي في الشخير. كان بيتخنق. بيتخنق لدرجه ايه؟ يعني بيتخنق يعني لدرجه يعني يبقى فاتح بقه ويعني يعني كان واحد غرقان. كده. دلوقتي بعد العمليه ب 10 ايام؟ بعد العمليه لا كويس. شخير؟ لا مفيش شخير. الله يعني بسيط. بسيط لا طبعا، لان احنا بقالنا 10 ايام. لكن انا يهمني في ال 10 ايام دول الخنقه. لا الخنقه مفيش. بينام دلوقتي مرتاح؟ بينام كويس. بتصحى اخبارك ايه؟ ده مهم جدا عندي الموضوع ده. يعني نشيط شويه، مفيش موضوع الصداع. هو ايوه شويه الم البق ان لسه الجرح ما انتهاش يعني طبعا. لكن يعني بقول نشيط يعني مش زي هو ده من الحاجات المهمه يعني انت. مثلا نمت 6 ساعات الحمد لله كافي. قبل كده كان ولا ليهم لازمه. وانا نمت 20 ساعه ده غير طبعا ان انا متغرب وعايش مع ناس ساكن معاها. اللي ما يعرفش مشكلتك كمان في الشغل يرمي عليك تنمر. كلام بايخ بقى. يا عم انت بتشخر وانت صاحي. يعني احيانا باب انا صاحي وسط الكلام ياخد نفس غصبن من بقي فبتيجي شخره غصب عنك. فممكن اللي قدامي يفهمها غلط طبعا. ده مش خالص. ايه يا عم انت غصب عنك بتعمل معايا طبعا طبعا. فا اذا تريق جربت الموضوع ده في ال 10 ايام دي تتكلم وبتعمل في اي حاجه من الحاجات دي بتاعت لسه موجوده؟ لا لا الحمد لله الحمد لله. حتى الصوت مخارج الحروف. برافو عليك الكلام ده. زاد كمان التذكير يعني الذاكره احسن مركز يعني كويس. المعده اخبارها ايه؟ كان في مشاكل في المعده؟ لا لا طب كويس الحمد لله. كويس مفيش اي مشاكل بالنسبه للمعده. على العموم يعني الاستاذ وردي هو حاله شخير تيبيكال، حاله شخير يعني حاله شخير فعلا. اي واحد عنده شخير ده بيقول كل الاعراض، كل الاعراض وكل المشاكل بتاعه الشخير والخنقه موجوده عنده. وفضل ربنا بعد العمليه كل الاعراض وكل المشاكل بتاعه الشخير الحمد لله تقريبا انتهى بعد 10 ايام. بس كمان فعاله يا دكتور. يعني انا من يمكن عشان ما كانش في التطور ده شويه في المجال ده يعني من حوالي 10 سنين مثلا كنت بدأت حكايه الجيوب الانفيه انسداد على طول. انا تقريبا كل سنه بستهلك يمكن من حوالي 60 ل 70 اللي هو النقط. النقط يا راجل بالذات ده خطر جدا. الكويت على طول المعدل كله نص ساعه. ما انا مفيش عاوز اخد نفس. مقفوله وطبعا مع هناك جو رطوبه اعلى طبعًا. من هنا طبعا رطوبه وتكييف للبره للشارع حاجه صعبه شويه. كنت رحت لكذا دكتور
واحده قال لي اصل رقبتك قصيره. اه انت يعني ايه يعني؟ والله انت عندك عيب خلق ان رقبتك جزء هتفضل كده طول عمرك يعني هيعمل بكده. ايوه والمشكله كمان ان هو استاذ دكتور كبير. معلش ما احنا مش عايزين ما يعني ذكر اسماء. مش عايزين ولا نقول ذكر اسماء ولا عايزين نعيب في حد، لان التخصص الشخير من التخصصات القليله جدا والنادره جدا. ويعني يعني يعني نتمنى ونصيحه مني ويعني رجاء ان اللي عايز يكشف على موضوع الشخير ما يروحش يكشف عند اي دكتور انف واذن. انا حتى قلت له لازم حد متخصص في موضوع الشخير. مستعد حتى الفلوس مش مشكله، انا عايز اشيل اللوز. طيب عايز اعمل اي حاجه اعمل حاجه خليني اخد نفسي. اوعى مخلوقي من دي فيك. اوعى بص كان انت تسلم نفسك لعزرائيل. خلاص بقى ده نهايتك لحد يعني. انا الصراحه معرفت حضرتك ما جيتش عن طريق الانترنت خالص. تمام. انا كان حد في الكويت. كويس. مصري ولا كويتي؟ لا كويتي. كويتي بيقول بيقول لي انت مش قادر تاخد. هو شافني. قال لي انا كان عندي كذا كذا. حسيت انه بيحكي عني. ايوه. قلت له فين؟ قال لي يا عم ده عندكم في مصر. انا كنت في الوقت ده بدور على حد بره مصر. ما كنتش متخيل في حد في مصر بيعمل الحاجه الشغل ده. لا ما كنتش متخيل كده. لا احنا عشان تبقى انت عارف احنا على فكره احنا بفضل ربنا احنا مركزنا وبكل تواضع بقول ان احنا على مستوى الشرق الاوسط كله، وان كان مش عايز اقول على مستوى العالم كله، احنا من اكتر الناس اللي عملت حالات على مستوى العالم كله في موضوع الشخير، اكتر من 5000 حاله. وفضل ربنا علينا وفضل ربنا علينا اولا واخيرا. يعني نتائجنا يعني الحمد لله مرضيه لينا، مش هقول اكتر من كده، مرضيه ليا ومرضيه لكل العيانين. طبعا. قول تاني اتفضل. قال لي لا يا عم في دكتور، الدكتور هشام عندكم في مصر ويصير خير وانا ارتحت وبتاع. شجعني. لما جيت انا اول يوم هنا عشان الكشف كان في كذا حاله. سالتهم. سالت منهم ناس تحت للامانه يعني. طبعا. قبل ما كنت شو فتحت المركز منتظر تحت، فسالت كان حد من السودان وبتاع كان عامل العمليه. قال لا احسن كذا، كان عندي كذا 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 كذا. بس دلوقتي تمام. كان جاي مراجعه تقريبا او حاجه زي كده. فده اداني كمان دفعه من قلت شويه. جاي الان جاي الان ده طبيعي ده حقك يعني. كذا شخص الدكتور قال لي اوعى تلعب في المنطقه دي، المدح بتاع البني ادم. انك انت داخل على سيرك هنا. ايوه معلش معلش انا بعتذر لك نيابه عنهم كلهم والله. لو حد قال لك كلمه زعلتك ولا حاجه وتسلم ايدك وبتاع يعني. انا سعيد جدا تدي فرصه للحياه تاني الحمد لله. يا جمله في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره الحقيقه. وتسعدني جدا ان العينين بتوعنا زي ما بيقولوا احنا بنرجع لهم حيويتهم تاني، وده فضل من ربنا علينا. على فكره احنا بنعمل علينا وشفاء بتاع ربنا. امين. احنا ما احناش ولا صحراء ولا احنا بنعمل معجزات ولا حاجه. احنا بس يعني بنعمل اللي علينا قدام ربنا، وبنطلب بعد ما بنعمل عمليتنا ان يكون الشفاء من عند ربنا. والحمد لله ربنا يعني زي ما بيقولوا ايه بيكرمنا. تسلم يا دكتور. فضل من ربنا. فضل. نورتنا يا استاذ وردي. نورتنا يا زوجة الاستاذ وردي. واتمنى يا ربي يعني شفتيه يعني ايه بشكل جديد. لا نشكر الله. مرضي كده لينا كلنا الحمد لله. شكرا خالص. الحمد لله سلامتك. ده فضل من ربنا علينا. وزي ما نقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.